بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فمعاشر المشاهدين والمشاهدات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في هذه الحلقة وقفة مع البشارات بشهر رمضان. صح عن نبينا صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا كانت أول ليلة في رمضان فتحت أبواب الجنة فلم يغلق منها باب، وغلقت أبواب النار فلم يفتح منها باب، وينادي مناد: يا باغي الخير أقبل، ويا باغي الشر أقصر، ولله عتقاء من النار. وذلك في كل ليلة. ما أعظمها من خيرات! إذا كانت أول ليلة، والحظ يا أخي، فإن الخير في رمضان من أول دقيقة يدخل فيها رمضان. فلا تفرط في أول ليلة، اشرع حال علمك بدخول شهر رمضان في الخيرات والأعمال الصالحات. لا تفوت القيام في أول ليلة، في تلك الليلة ومن تلك الليلة وفي سائر ليالي رمضان وأيام رمضان تفتح أبواب الجنة، فهي مفتوحة لطلابها لا يغلق منها باب، وتغلق أبواب الجحيم فلا يفتح منها باب، وينادي مناد: يا باغي الخير أقبل، فهذا وقت الخير، ويا باغي الشر أقصر، أترك الشر، فإن هذا ليس زمان الشر. ليس المقصود أن الذي يريد الشر يترك الخير في رمضان أبدا، وإنما المقصود أن الذي يريد الشر في سائر أيامه ينبغي عليه هنا أن يطلق الشر وأن يترك الشر، فهذا أوان الخير وموسم الخير. ثم لله عتقاء من النار في هذا الشهر، ليس في آخره، وإنما في كل ليلة. ففي كل ليلة عند الفطر يعتق الله عز وجل ما شاء من النيران. فأسأل الله عز وجل أن يجعلني وإياكم ممن يبادر بالخيرات. والله تعالى أعلى وأعلم، وصلى الله على نبينا وسلم.